في الربع الرابع من 2020 وفي 2021، مرجعا ذلك إلى استمرار تأثر الطلب على النقل البحري والجوي. للمزيد عن أسواق النفط ينضم إلينا من الدمام الرئيس التنفيذي لسي ماركتس لندن دكتور يوسف الشمري. دكتور يوسف، أهلا وسهلا بك. نبدأ إذن من المكاسب القوية على أسعار النفط وتحديدا الخام الأمريكي، هل هي مبررة وهل نتوقع استمرار هذه الارتفاعات؟ أهلا وسهلا. طبعا ما شاهدناه الأسبوع الماضي كان شيء متوقع، لأنه لو لاحظنا في بداية الأسبوع كان هنالك انخفاض بسبب مقالب التخزين التي واجهت خام الأمريكي وخام برنت في الشهر الماضي، لكن مع طبعا عقود برنت انتهت في حوالي يوم الثلاثاء، ومع انتهائها تجددت، دخلنا على عقود شهر جون، فكان هنالك ارتفاع قوي في الأسعار. سبب الارتفاعات هذه أولا اللي هو بدء تطبيق اتفاقية أوبك بلس اللي هي التخفيض حوالي 9.7 مليون برميل ابتداء من شهر مايو. السبب الآخر وهو الحقيقة كان المخزونات البترول الأمريكية، كان هنالك الارتفاع كان أقل من المتوقع، والأفضل من الأمر والأكثر من هذا كان هنالك انخفاض في مخزونات الغاسولين اللي هي وقود السيارات بحوالي 3 مليون برميل، فهذا أعطى مؤشر إيجابي للأسواق أن هنالك عودة للطلب على وقود نقل السيارات، وهذا هو اللي سبب ارتفاع ملحوظ في أسعار البترول التي أغلقت من حوالي 20 دولار للدبليو تي آي وحوالي ما يقارب 27 دولار للبرنت. فنتوقع طبعا هنالك احنا في الشركة ننظر أنه قد يرتفع الطلب في البترول الشهر هذا بحوالي مليونين برميل مقارنة بالشهر الماضي. نعم، تتوقع أن تستمر هذه المكاسب؟ بشكل طبيعي احنا الان مقبلين على شهر الصيف، شهر الصيف هو اعلى شهر في من ناحيه الموسم الطلب الموسمي على الوقود السيارات. فاعتقد انه مع ارتفاع الطلب في على دخول شهر الصيف وايضا اجراءات التي تتخذها العديد من الدول، فبريطانيا مثلا الاسبوع الماضي اعلنت انها تعدت مرحله الذروه للفيروس كورونا، وعلى عندها خطه في اعاده فتح المدارس خلال يمكن شهر او شهرين، فالعديد من الدول ايضا لديها خطط مشابهه خصوصا في الاقتصادات الكبرى، فهذا سيحسن الطلب وبالتالي قد ينعكس ايجابيا على اسعار البترول في نهايه الربع الثاني والافضل في النصف الثاني من هذا العام. بدانا ايضا نرى توقعات ايجابيه ايضا من بيوت الخبره حول الطلب والاسعار، انتم كيف تقيمون هذه التوقعات وما هي توقعاتكم ايضا في السي ماركت خاصه بعد بدء اتفاق اوبيك بلس الذي بدا مع بدايه هذا الشهر؟ احنا ننظر للاسعار انها ستاخذ منحى في شيء او شكل في من الان الى نهايه العام. يعني ننظر ان الاسعار قد توصل مستوى 50 دولار مع نهايه الربع الاخير من العام 2020. التوقعات اللي وضعناها اللي وجدنا انها متشابهه مع البنك اوف امريكا، مع ايضا اتوقع سيتي جروب والعديد من اعتقد ايضا جولدمان ساكس، لكن هنالك فقط تراوح في مستوى الارتفاع، لكن العديد من البنوك العالمية وجدنا أنها أيضا ترى أن عودة الأسعار ستأخذ منحى في شيء، وكلهم يتفقون أن سينالك هناك ارتفاع في الأسعار مع النصف الثاني ونهاية هذا العام. بالنسبة للأسعار السالبة التي تبعناها على الخام الأمريكي خلال الشهر الماضي، هل هذا السيناريو لا زال قائما أيضا خلال هذا الشهر؟ أعتقد هذا السيناريو سيبدأ يتلاشى مع عودة الطلب، طبعا هو التي سبب هذا الحدث الغير العادي في الأسواق، أنه لا يوجد مصافي ترغب في شراء النفط وهنالك مخزونات ممتلئة ولا يوجد هنالك حركة نقل، لكن لو كان هنالك حركة نقل ستبدأ المصافي بالعودة لشراء البراميل البترول، وبالتالي قد لا نشاهد هذا الحدث الغير عادي مرة أخرى خصوصا هذا العام. فتح الجزئي للاقتصادات إلى أي حد سيكون له يعني أثر نوعا ما على المعروض؟ أم هناك تخوف من الضعف الاقتصادي الموجود في العالم؟ طبعا هنالك عودة للطلب، لكن لا أعتقد أن سيعود الطلب في السنة هذه زي ما شفناه مثلا في بداية هذا العام أو في عام 2019. لا أعتقد أن أزمة كورونا ستنتهي تماما إلا مع حلول عام 2021، وبعدها ممكن ننظر أنه يرجع مستوى الطلب على البترول إلى مستوياته الطبيعية اللي هو خلينا نقول 100 مليون برميل في اليوم. لكن اكثر وقود تضرر في
المسألة هذه اللي هو وقود الطائرات وأيضا بشكل جزئي وقود السفن. فقد نحن نتوقع أن يصل مستوى الطلب على البترول مع نهاية هذا العام إلى حوالي قد يكون 95 مليون برميل، وبالتالي انخفاض مجمل انخفاض الطلب على البترول هذا العام حوالي 10 مليون برميل، لكن سيشهد إن شاء الله تحسن مع بداية العام 2021 مع عودة الاقتصادات وانتهاء هذا الفيروس. هل مشكلة النفط الأمريكي برأيك تتعلق فقط بمرافق التخزين؟ يعني وبالتالي إذا ما حصلت شركات النفط الأمريكية على مرافق تخزين فيدرالية ستحل المشكلة؟ لا أعتقد أنها فقط، لأن التخزين قد يمتلئ في أي وقت. المشكلة الأساسية هي عودة الطلب، لأنه حاليا في الولايات المتحدة حوالي 9 شركات وافقت أنها تخزن حوالي 23 مليون برميل إضافية. هنالك أيضا توقعات برفع المخزونات الاستراتيجية، لكن إذا ما كان هنالك عودة الطلب المشكلة ستعود مرة أخرى وثانية. فأعتقد الحل الأفضل أو الحل المستدام في هذه المسألة اللي هو عودة الحركة الاقتصادية حتى لا تمتلئ المخزونات بشكل أفضل. هنالك مسألة أخرى مهمة، هنالك العديد من الإغلاقات في حقول البترول في أمريكا، وهذه في شهر جون قد تتسبب في انخفاض الإنتاج الأمريكي بين 600 ألف إلى مليون برميل بسبب إغلاقات العديد من حقول البترول. فهذه ستساهم في عدم عودة امتلاء المخزونات مرة أخرى، لكن أعتقد أن الحل الأفضل هو عودة الطلب. نعم، أنا أشكر لك كل هذه التوضيحات دكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لسي ماركتس لندن، شكرا جزيلا لك. إلى